سبحان الله. شاكر كم صحح شاكر في موجته دي من قاع كورونا؟ إن شاء الله يكون بس فوق 78 فيبو، والله فوق 78 فيبو، والله احترم 78 فيبو. من شهر كم هذا؟ هذا من شهر 7، وصار عندنا يا حبايب من قيعان كورونا إلى شهر 7. يا الله شوفوا كيف نحن محصورين بالنسبة للخطوط العرضية من مناطق قريبة 23 على النظرية إلى قريب 15 ريال، بس في دعوم قبل 15 كثير، والله دعوم كثير قوي. خلونا نمشي نقسم المنطقة دي قسمين. الله شوف كيف، والله برافو، والله طيبة وقفة شاكرين، والله عند دعم 18-62، هذا دعم، هو مقفل 18-60، 18-62 هذا خط استراتيجي جاي في النص. طيب أنا حديكم الهرجة دحين، والله نظرية 3-5-7 مع شاكر أقسم بالله خطيرة جدا. شوفوا يا شباب، خلال شهر مارش، خلال شهر مارش اللي يهمه شاكر، شاكر لازم ما يكسر إيش؟ هيا جابوا انتوا، جابوا انتوا، شوفوا الشارت واضح وفاضح، وين المنطقة لو كسرها خلال مارش السهم سلبي حيطيح 17-10، وهي تمثل، دقيقة خلينا نحط الفيبو بالملي، من أعلى قمة بعد رفع رأس المال باكتتاب حقوق أولوية 45، كم هذه؟ 45-30. طيب نقول هنا 45-30 بالملي، والقاع حق كورونا محسوب علينا 9 ريال و40، 9 ريال و40 بالضبط. كم يطلع رقم الفيبو ده؟ والله 17-8 هلل 17-10. ولو نحن راسمين ترند من قاع شهر 7 مرورا بقاع شهر 9، هذا الترند الصغير شايفينه، هذا الترند، هذا الترند فين انكسر؟ انكسر لو كسر 78 فيبو تصحيح. وين ممكن يطيح يرقد؟ ترى هذا ممكن يرقد عند الخط العرضي 15 ريال. نعم والله يعينك على الطلعة، هاي ايش يطلعوا فوق 17؟ حيجنن اختك زي ما يسوي بعض، تسوي بعض الشركات اللي تلاقيها نزلت في المنطقة الضعيفة. السهم هو الان عند دعم 18-60، لو فتح في مارش على ضغط خلاص، هذا اهم قاع لشاكر، تحسب حسابك. لو كتب الله لشاكر خلال مارش استطاع أن يتخطى 20 ريال، وين الهدف؟ وين الوقت 61 فيبو؟ وين الخط العرضي المهم؟ وين المقاومات لما شاكر قبل كم شهر وصل وطاح؟ حتلاقوها كلها من 22-80 إلى مستويات، إي والله من 22-80 إلى مستوى 23-10. يعني سبحان الله، الفيبو ذاك 17-10 والنسبة الذهب والواحد وستين فيبو 23-10، خلاص هذا أهم أحلى هدف في شاكر في مارش، وهذه حتكون طبعا يعني حاجة حلوة لو جابها شاكر في مارش. بس كيف حتبدأ معاكم؟ إنكم تشوفوا السهم نايم فوق 20 ريال، وسبحان الله 20 هي منتصف النظرية ما بين 17 و23، يعني مين الغلبة تروح للصعود باختراق 20، يصير أقرب ل23، تحت 20 هو أقرب لل17، هو الآن واقف فوق مطب عند 18-60، ما انت داري هل هو حيكمل ضغط ويرتد من هنا يسوي وتد هنا في مارش، الله أعلم. المهم أحسب حسابك في شاكر زيك.